السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إنشأنا مركز للشرطة المنشقين في قرية شريعة وما حولها. يضم هذا المركز عدة قرى، ونقوم نحن في هذا المركز باستقبال الشكاوي والناس، يعني أي شكوى نحن مستعدين الآن لاستقبال هذه الشكاوي. بالمقابل نحن عملنا بهذه المرحلة، اضطرينا نعمل هذا المركز للظروف الراهنة والوضع الحالي اللي يستلزم إنه الناس تقوم بجهة تقدم إليها شكاويها. ونحن الآن يعني قمنا بأكثر من عمل، فنحن يعني بهذا المركز ضمينا أغلب الشرطة المنشقين في هذه المنطقة حتى كمان ما نضيع حقوقهم ونحافظ على البلد وهذه المراكز. وبارك الله فيكم. معك مركز أخوي. الدورية اللي على دوام البلدية تتحرك الآن في حل المدارس، وفي زحمة كتير هناك، تتحرك مباشرة لهناك.